فيلم جميل جدا للمخرجة الموهوبة والمتألقة ساندرا نشأت، لفت محافظات الجمهورية زي ما حضراتكم شفتوا علشان تسمع رأي الناس في الدستور. نعود مرة أخرى إلى أخبارنا، وأحد أهم الأخبار اللي جالنا دلوقتي إن قوات الأمن والحماية المدنية في كورنيش الجيزة بتقوم بتمشيط الكورنيش خاصة في المنطقة المحيطة بسفارة الإمارات. النهاردة عناصر من تنظيم الإخوان توجهت إلى سفارة الإمارات وقامت بعمل احتجاجات ووقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات. بعد ما مشت هذه العناصر، قوات الحماية المدنية وقوات الشرطة بتقوم بتمشيط الكورنيش، عناصر الإخوان راحت هناك بعد محاكمة دكتور محمد مرسي، المحاكمة اللي ما كملتش، قاموا بترديد هتافات مسيئة للقوات المسلحة المصرية والقوات الشرطة، وأيضا قاموا بانتقاد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. حاليا قوات الأمن بتمشط الكورنيش علشان تتأكد من تأمين سفارة الإمارات والسفارات المحيطة بها. هذه المنطقة زي ما حضراتكم عارفين مليئة بالسفارات. من السفارات الأجنبية والعربية الموجودة جوه مصر ننتقل إلى السفارات المصرية. النهاردة المصريين في الخارج بيتوجهوا إلى 127 سفارة مصرية و11 قنصلية، إجمالاً 138 لجنة في مختلف أنحاء العالم بيتوجهوا لهذه اللجان علشان يدلوا بأصواتهم ويقولوا رأيهم في مشروع الدستور اللي أعدته لجنة الخمسين. على مدار الساعات اللي فاتت استطلعنا الأوضاع في الكويت، في بلجيكا، في المملكة العربية السعودية وفي غيرها من الأماكن. هناك إقبال من الناخبين، ولكن المرة دي حصل اختلاف في القواعد الانتخابية. قبل كده كان المصريين في مختلف أنحاء الدول من حقهم إن هم يطبعوا استمارة التصويت، يدلوا بأصواتهم في هذه الاستمارة ويبعتوها بالبريد علشان توصل إلى السفارة وبالتالي تحسب أصواتهم. اللجنة العليا للانتخابات السنة دي رفضت هذا الإجراء وقالت إن المصريين يجب أن يتوجهوا بأنفسهم إلى السفارات وإلى القنصليات الموجودة في الأماكن المختلفة علشان يكون هناك تأكيد كامل بأن هذه الإجراءات تمت بشكل جيد. شفنا بعض السفارات، ولكن طبعا بعض الدول كانت لسه ساعة في التوقيت المحلي، لسه ساعات الفجر الأولى. دلوقتي الولايات المتحدة الأمريكية دخلت، يعني ساعات الصباح الأولى ابتدت بالفعل، والمصريين ابتدوا التوافد على سفارتنا في واشنطن وقنصلياتنا في المدن الأمريكية. خلونا نروح إلى واشنطن ومعانا على التليفون سيادة السفير محمد توفيق، سفير مصر في الولايات المتحدة الأمريكية. سيادة السفير برحب بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك سيادة السفير. التصويت ابتدى عندكم بالفعل؟ التصويت ابتدى عندنا بالفعل دلوقتي، بقاله أكثر من ساعتين ويسير بشكل منتظم في إقبال، يعني في حدود المتوقع، إقبال جيد نسبيا في حدود المتوقع. الجو طبعا في الولايات المتحدة في هذا التوقيت بارد للغاية، وبالتالي انتوا عندكم عاصفة ثلجية ودرجات الحرارة بتوصل لـ40 تحت الصفر. فالجو عندنا بارد جدا، فاحنا بس هو الـ يعني خلال يومين المفروض ان الجو هيتحسن. تمام. ربما الاعداد هتتزايد خلال الفترة الجاية، بس حتى الان في يعني في سيل منتظم من الناخبين بيخش اللجنة. سيادة السفير، الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة الأمريكية قد إيه؟ هم أكثر تقريبا من 31 ألف في الولايات المتحدة الأمريكية كلها. أكثر من 31 ألف، دول متوزعين على كام مركز انتخابي يا فندم؟ متوزعين على خمس مراكز انتخابية. خمس. في واشنطن وفي نيويورك وفي هيوستن وفي شيكاغو وفي لوس أنجلوس. واشنطن ونيويورك وهيوستن ولوس أنجلوس وإيه؟ وشيكاغو ولوس أنجلوس. وشيكاغو ولوس أنجلوس. المفروض السنة دي في تغيير في الإجراءات، إن التصويت البريدي تم إلغائه من قبل اللجنة العليا للانتخابات. توقعات حضرتك بعد إلغاء هذا الإجراء بالنسبة للإقبال على الاستفتاء؟ هو الإقبال المواطنين مرتفع، والمواطنين عندها إحساس قوي بنية المشاركة والرغبة في المشاركة. طبعا
بالنسبة للمقيمين في أماكن بعيدة ممكن يبقى في عوائق عملية طبعا ما تمكنهمش من المشاركة. ولكن احنا يعني اللي احنا سامعينه من كافة المواطنين ان على الأقل فيما يتعلق بالنية والرغبة فهي موجودة وواضحة وقائمة. طيب احنا عندنا 31 ألف ناخب مسجل ناخب مصري مسجل في الولايات المتحدة الأمريكية. لو ممكن حضرتك من خلال مناسبات انتخابية سابقة حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية وحضرتك كنت تشاهد عليها، قد ايه نسبة الناس اللي بتبعت بالبريد والناس اللي بتيجي الى مقرات السفارات والقنصليات؟ لا الحقيقة ما عنديش هذه النسبة، هي موجودة ومعلنة في الموقع بتاع اللجنة العليا للانتخابات، بس أنا ما عنديش هذه النسبة. لكن مش معنى إن اللي دلوقتي هذه المرة مش هيسمح بالتصويت البريدي إن كل الناس اللي كانت تصوت بريديا مش هتشارك، بالعكس. لا طبعا ممكن بعضها يجي بنفسه ويشارك، يعني هو كان ربما كان البريد أسهل له، لكن في غياب البريد ربما أيضا يشارك. من خلال متابعة حضرتك بإذن الله وحنعلن النتيجة وحنعلن كل النسب في نهاية التصويت. من خلال متابعة حضرتك للإجراءات وعملية التصويت في الساعتين اللي فاتوا، هل في أي معوقات أو في أي مشاكل بتحصل للناخبين؟ لا الساعتين اللي فاتوا جيدين جدا. احنا عملنا برا السفارة هنا مظلات وخيم مدفاة، طبعا الجو برد جدا، فاللي هو بيقعد يستنى مثلا دقيقتين او ثلاث دقائق مفهوم عبل ما يخش في الطابور، برضه في مناخ يعني يسمح له بالانتظار ويسمح له بان تكون عمليه تصويت مريحه. لكن عمليه التصويت نفسها بتتم بشكل سلس جدا، والاجراءات كلها معموله بطريقه كويسه، واحنا الحقيقه حرصنا اننا نعلن عن كافه التفاصيل بشكل مسبق. الناس جايه وجاهزه، يعني عارفه بالظبط ايه الاجراء، والعمليه بتتم بطريقه كويسه جدا. حتى احتجتوا موظفين زياده من وزاره الخارجيه يا فندم؟ لا الحقيقه احنا ما احتجناش موظفين زياده من وزاره الخارجيه، وطبعا احنا بنقدر الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلد. واحنا بعض القنصليات في الولايات المتحده احتاجت بعض الموظفين الزيادة، فأرسلنا لهم من واشنطن هنا بعض الموظفين على أساس أننا يعني ما يبقاش فيه تكلفة إضافية. مفهوم. بالنسبة للظروف الحالية في مصر. طيب سيادة سفير اللجنة العليا للانتخابات إدت الحق للقنصل أو السفير في قنصليته أو في سفارته أنه هو يقوم بعمل القاضي يشرف على هذا الاستفتاء. حضرتك سافرنا في واشنطن، ايه الاجراءات اللي انت بتتخذها كرئيس هذه اللجنة؟ الاجراءات اللي انا بتخذها طبعا اول حاجة ان يتأكد ان كل مواطن مسجل وعايز يشارك تبقى العملية بالنسبة له سهلة وبسيطة وتيسير بقدر الامكان. في نفس الوقت احنا طرحنا على الجالية واعلنا بشكل واضح عن رغبتنا في ان يبقى فيه متابعين من ابناء الجاليه يتابعوا عمليه التصويت، وفعلا عدد كبير من ابناء الجاليه تقدموا بطلبات المتابعه ونظموا نفسهم، عملوا جداول للمتابعه بحيث ان يبقى دائما متواجد واحد او اثنين من المتابعين في اللجنه. هم فعلا موجودين دلوقتي معانا، مجموعه من الجاليه بيتابعوا عمليه التصويت، والامور حتى الان الحقيقه بتسير بشكل جيد. تمام. وبنحاول نخلي اكبر قدر من الشفافيه بحيث ان كل الناس تبقى مطمئنه وكل الناس تعبر عن رايها بحريه كامله بدون اي شكل من اشكال التاثير على هذه الاراء. وبادرة كويسة جدا طبعا ان انتوا تدعوا بعض افراد الجالية ان هم يكونوا متابعين لعملية الانتخاب. سيادة سفير، هل طلبتم اي اجراءات تأمينية زيادة من السلطات الامريكية للسفارة او للقنصليات؟ ايوه احنا طلبنا اجراءات تأمينية يعني مضاعفة بالنسبة للسفارة والقنصليات. وانا قدامي دلوقتي شايف الاجراءات اللي السلطات الامريكية مفراها في يعني كثافة في الحراسة الامريكية خارج
السفارة. أما داخل السفارة فإحنا عندنا الأمن المصري، الحراسة وإجراءات التأمين الطبيعية للسفارة بتوفرها. ده نفس الموقف برضو، يعني القناصل في القنصليات المختلفة برضو مطمئنين لأن الأمن الأمريكي ضاعف الإجراءات موجودة في نيويورك وفي هيوستن وشيكاغو ولوس أنجلوس. هو الأمن الأمريكي بيقدر، هو صاحب القرار فيما يتعلق بحجم التأمين، وبيقدر وفقا لكل حالة والطبيعة الجغرافية لكل منطقة. مفهوم فن. لكن احنا نبهنا عليه بشكل واضح جدا جدا، ووعدوا فعلا بانهم سوف يوفرون الامن بشكل جيد. واللي انا شايفه هنا في واشنطن على الاقل قدامي دلوقتي حالا ان في كثافة كبيرة جدا للامن. أشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير محمد توفيق، سفير مصر في واشنطن، وإجراءات وعملية الاستفتاء على الدستور التي تدور في الولايات المتحدة وابتدت بقالها ساعتين. هنخرج لفاصل قصير لرفع أذان العشاء، وبعد كده هنرجع نكمل معاكم فقرات البث المباشر. خليكم معنا.